في وضع صعب. السلام عليكم جميعا، اعذروني شوية على التأخير، معي يوم القلق وصدمة حكمية، لكن ما تغرموني بالضعف المهم حياة مليانة. دكتور الصوت الصوت ما يوصل؟ اوكي الو جربت اثنين يشتغلون. اوكي هاي اربع انزين. فاليوم هاي لقائنا ضمن لقاء الرؤيه الدوريه اللي احنا نسويها كاقتصاد النهار، لكن لقائنا هالمره شوي مختلف. اول مره نسوي لقاء فيها امور لوجستيه اكثر من كونسبت اقتصاد النهار، لكن احنا نشوف ان ذي تساهم في تحقيق هدفنا اللي احنا نسويه عنه. طبعا كلكم تعرفون احنا عندنا راتب لقاءات لقاءات دوريه وتكون في مختلف دول العالم. كاقتصاد النهار ما انطلق من البحرين، هو احنا نقول انطلق يعني من بحرينيين، لكن ابتدينا في الاتحاد الاوروبي، لفينا في العالم. عندنا اليوم اكثر من 9 ل 11 جمعيه او لجنه حوالين العالم، وهي الطريقه اللي احنا قاعدين نشتغل فيها. رحلتنا القادمه ان شاء الله خلال هاي الشهر بتكون حق الهند، بنكون مينلي في بومباي، نشيد وجوا مع جامعة جوا. أول شيء هاي تابعا لزيارة استباقية كنا رايحينها أنا والدكتور، في بعض المشاريع اشتغلنا عليها بنروح نشوف هل الشباب وصلوا فيها ولا لا، بيكون في لها تقييم، بيكون فيها بعض الاستطلاعات، زيارات أفضل الممارسات اللي موجودة، فبيكون برنامج حافل بكثير من الأمور، وبعدين بيكون نقلتنا الثانية إلى جوا بالتعاون مع جامعة جوا وجامعة جوا، بيكون في ورش عمل، بيكون في طلبة من مختلف دول العالم. يعني احنا بالاضافه ان احنا قاعدين نمثل مختلف دول مجلس التعاون، معنا من البحرين، معنا من الكويت، معنا اتمنى هنادي، اخت هنادي بعد من الكويت انضم معنا الى رحله كانت معنا في المغرب، الظاهر ما عجبها ما ردت ويانا، بس معنا خوات من الكويت، من الامارات، من قطر، فمن مختلف الدول بيكون معنا الخليجيين، وهناك بنكون فوق 100 دوله، بيكون معنا ناس من الهند، من افغانستان، من وايد دول ما يحضرنيها، لان الطلاب اللي قاعدين يحضرون دكتوراه هناك، فاللي معروفين بيكون من الجزائر بعد، بيكون في من مصر، فاللي قاعد اتذكره المهم. فهي خلطه من مختلف الدول، لكن احنا بعد من الاشياء اللي سعيدين فيها في هاي الرحله، طبعا هاي الرحله اللي يشرفني دائما اختنا الشريفه، هي يعني نسميها ميوات الجمعيه، ميواتنا كلنا هي بتكون معنا، بيكون معنا بعد الاخت بخيته من الامارات، وبيكون معنا مريم، اخت مريم من قطر، وهي ثلاثه كفيفات. انا وايد سافرت وياهم، في كل مره اسافر مع احد من ذوات الاعاقه البصريه انا اللي اتعلم. اول مره رحت الهند كانت شريفه، هي شريفه هي اللي روتني الهند لاول مره. طبعا فيها وايد تعلمت تكنيكس ان شلون انا لما اكون المرافق الشخص بالاعاقه البصريه كامل جدا، تكنيكه مختلف. أول مرة سافرت وياهم كان سوريا، وكان معنا الأستاذ علي حاجي. صدق تغربل قاعد يشيل معنا شنط الزود، بس يعني أثناءها تعلمت أنه هو شلون استخدم تقنيات خلى المكوفين يشوفون الديرة أكثر مما احنا ممكن نشوفها بعيننا. دائما احنا فينا روح يمكن الأنانية أو الأنا أو ننسى الآخر. في سفراتنا نمشي نوصف الأمور، أوه هاي حلوة واحنا ماشيين. زين وانا همني للخفيف، بس مجرد ان انا على بالي انا مياه ويدي انه ما يتحين قام، بس هو يبي يشوف اللي انا اشوفه، يبي يسمع اللي انا اسمعه، يبي يعرف انا شو هي تعليقاتي. ففي وايد من هاي الامور التقنيه اللي تعلمتها انا، بس مريت بتجربه عشان اتعلمها، ولان كان معاي خبراء في السفره، وكان يعني اجتماع اتحاد اسمك مهم، تعلمت وايد امور. لكن وسافرنا المره الماضيه كجمعيه اقتصاد الهام الى المغرب، وكانوا معنا بعد الاخت شريفه والاخت هنادي، واللي في الباص كانوا يستغربون الطريقه اللي الحين اوصف فيها بعض الامور، ان ليش قاعد توصفينا بهم؟ لان معنا ناس مكوفين، فقالوا هاي الوصفه ينفعهم هم بعد يتعلمونها ويقوون قدره الملاحظه. اللي يتعامل انا اقول واحده من مكتسباتي بحثي العلميه قدرتي شديده على الملاحظه. قدره الملاحظه تعلمت من ذوي الاعاقه البصريه، تعلمت اصف فالاحظ فاحلل الامور، كان ذي كنزي المعرفي بالنسبه لي، كان ذي اقتصاد الالهام اللي انا تعلمت منه. فقلنا عشان كذي الرحله بعد معنا ناس غير نبيهم يتعلمون، وايد من اللي كانوا معنا في الرحله الماضيه في المغرب قالوا يا ريت تجي معلمتنا شلون نيول الكفيف قبل، شلون نتعلم، شلون كثير من هاي التقنيات،
تعلميني اياها قبل اروح. فالحمد لله جمعيه الصيدله المكوفين كعادتي متعاونين مع الجميع رحبوا انهم يعطونا هاي الورشه البسيطه لان شاء الله نتعلم منها التقنيات البسيطه. طبعا يا للشخص اللي تعرف بصري فيها دورات مكثفه بس ليشلون خصوصا في السفر. فالاستاذ علي حاجي هو مدير جمعيه صيدله المكوفين، وقبل ما يكون مدير جمعيه هو من يعني اعضاء القدامى المخضرمين اللي احنا كلنا تربينا على يده، تعلمنا منه كثير من التقنيات في التعامل مع ذوي الاعاقه البصريه، وان شاء الله نتعلم منه اكيد اليوم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نشكر اقتصاد البرنامج وعلى اسم الدكتوره دنيا والدكتور دنيا طبعا عن سنين معاها وعشنا في جمعيه صداقه الدين وخذنا كثير من الامور مثل ما هي قالت استفادت مني، ترى انا استفدت منها في هذه الاشياء انه مو بس اعتز فيها فأنا نفسي استفدت منها وأشياء ما شاء الله حتى في بعض المحاضرات اللي حضرت لها طبعا استفدنا منها. طبعا هو طلب مني بطريقة التعامل مع الكثير. طبعا نحن برنامج الكثير عندنا وايد أشياء بالنسبة لحصل لها بالنسبة للسير المرافق. دائما نعتبر أن المرافق هو عين الكثير. طبعا احنا انا دخولي عليكم الكل مبصر، الكل يشوفني وشايف شكلي، شايف لبسي، شايف كل الاشياء الاوصاف تذكرتم. بس عاد ادخل في محاضرات على مكوفين ومكوفين قاعدين، فلان ادخل هل يشوفوني مثل ما انتم تشوفوني؟ طبعا ما يدرون، لا يدرون شكلي ولا يدرون لبسي ولا يدرون انا حتى لوني ولا شيء، لان ما تشوف شيء. فاذا على المحاضر اول شيء ان يوصف شنو نفسه حق مكوفين، شلون شكله، حجمه، طوله، لبسه، عشان ليش الكفيل هني يتخيل من قدامه قاعد يحاضرنا مثل ما انت الحين شايفيني ان انا قاعد احضر لكم بالنسبه. طبعا يمكن فكره بسيطه بالنسبه للكفيف، احنا عندنا البصر طبعا بي 1 بي 2 بي 3، بي 1 هو الكفيف الكلي، بي 2 لما بيكون ضعيف البصر، بي 3 بيكون ممكن يلبس نظاره لاستخدام النظاره. وبي 1 طبعا بيكون الكفيف الكلي اللي هو وجه النهاية اللي يحتاج دائما إلى مرافق يكون مبصر. فأنا طبعا ما بروح إلى أشياء كذلك، بروح إلى نقطة تركيز اللي هو طريقة مرافق مع كفيف. بناخذ بعض الأشياء شلون احنا نتعامل مع كفيف كبداية بس. طبعا بعض الاشياء هاي بسيطه، يقول لك شلون لو قابلت الكثير يكون طريقه التصرف معه. قبل ملاحظين كيف مش يكون اي شخص عادي مثل نفس هو قابل شنو من الحواس الخمس اللي هو حاسس شنو البصر. دائما اذا احنا نتلاقى مع كثير ما نعطي العطف او نقول هاي مسكين ما نشوفه مسكين او كذا او ذي الاشياء، ما نجيب اي شيء كثير نعتبره اي شخص شنو عادي على العمل معه. في اثناء انا لما اتكلم مع كثير طبعا خبر ان انا قاعد اوجه الكلام لا خاصه اذا انتم الحين قاعدين وبيتكم مكوفين، فلما اتكلم فلازم اوجه
سؤال يعني اكيد لكل معاكم، لان لو نتكلم الكل عبارة الكلام شنو موجه لا، بس هذي لازم انا احدد. هذي لا ممكن انا اشر على اي شخص منكم واقول لك لا انتم شايفين اشارتي شايفين هنا تكتبون علي، لكن اذا بكون انتم جماعتكم وحبيبه لازم شنو احدد الاسم فلان ردي عليه او فلان انا كلامي شنو موجه ليش عشان نكون اتفاق معنا. طبعا بالنسبة للكلام دائما يكون كلام عادي ما يكون رفع صوتي، لأن ساعات في بعض الأشخاص إذا رفع صوت أقل من الكثير كم بصر شنو سمع لا، بس هو شخص عادي يتكلم معاه. لذلك إذا بتكلم لازم أكون أنا وجه شنو وإيه شنو جواب الكثير، لأن أنا أقول الكثير ما بتكفي كيف تريس، لأن أنا إذا مفتر نصه وأتكلم يعني الكفي بناشده موجه وهي مو بصعوبة، فلازم تكون صعوبة وأتكلم عشان هو يحس إن أنا قاعد شنو أتكلم معاه. لأن أي أصابع معانا وهي أسلم عليه فإذا مش أعتمد معاه، فلأن أسلم أرحب وأنا شنو مبتسم. تقولون له ليش أبتسم لي؟ لا ترى يحس، يحس وتسلم وانت شنو؟ مبتسم وانت طريقة سلامك بسلامك ورحب وشنو كفيف يحس ان سلامك هو نفسه، لأن هو واحد يحس بمجرد يسلم وكذا. فالسعادة احنا حكي مع الكثير او يتكلمون عن البصر عن البصر او عن كذا او عن الاشياء، فترى ما في اي علاج بالنسبه للشخص. لكن اول ما توظفت انا يا الكثير قال لي شفتك السوق، انا نفسي تعجبت الكثير قال لي شفتك السوق، فهم ترى يستخدمون شنو الاجهزه العاديه، يعني يقول لك انا شفتك السوق انا شفتك في المحل، فثلاثة فعلا اليوم شلون هاي كثير ما يشوف يقول لك انا شفتك، يمكن هو مع المرافق، لان المرافق هو يكون شلون عينه هو مبتدئ يكون مرافق افلام وجود افلام وجود ينتبه حق الشخص في ذلك كلام الكلام يكون عادي ما في اي احنا قلنا بالنسبة توجه يكون لازم، بالنسبة مثل احنا دخلنا على كفيف موجود في الهجرة، دخلت عليه وانا اتكلم معه، اول ما اشوف الهجرة استخدم المايك واضح واضح بس واضح بس لازم تتجرب زين. بالنسبة لهذا ما ادخل على كفيف في الهجرة، اذا لازم انا افهم ان انا شنو دخلت انا موجود، لأن ما يدري إذا دخلت الحجرة ولا يدري إذا موجود، فإذا أدخل أنا أفهم أريد أنا سأتكلم معه، وفي أثناء أنا أتكلم إذا بغيت أطلع فلازم شنو أخبر أو أنا أفهم أنا طلعت، لأن لو طلعت وأنا أتكلم معه فهو يستدل بشنو بكلامه ما يدري ولا أنت موجود، لأن ما يدري أنك أنت طلعت يعني، فلازم انا افهم ان انا طلعت او انا بطلع شوي وارجع لك او انا كذا، فلازم يكون انا افهم كثير هل تحدث معه وهل بطلع، فلازم اسوي حركه ان انا اكون موجود. فاذا جاني كثير ومعاه مرافق جايين واحنا شفتهم في اي محل ماشيين جايين كثير، فهي اسلم عليهم. فدائما اذا عندك سؤال او عندك كلام وجه للكثير فخل توجيه ومع من؟ مع الكثير، لا تتكلم مع المبصر علشان والكلام كنت مع من كان ان اعبرت من المبصر ولا بوصل الكثير، لا دخلكم مع الكثير لانه بيحس بيحس ان انت قاعد تتكلم من المرافق تقصير هاي، فلا لازم كلامك يكون مع الكثير ولا المرافق معه.
عنده كلام مع المرافق فاتجه جهه المرافق، عنده كلام مع الكثير فاتجه جهه الكثير، فهاي تكون ضروري بالنسبه للتحدث. ترى انا فتحت لكم جلسه ما ادري عن ما ادري اذا تقرون وتقرون بس انا بس عشان اذكرني بعض الاشياء بس. بالنسبه لبعض الاشياء اللي تشوفون بعض الوقوفين نروح لهم او نزورهم او نشوفهم في المحل يسوون بعض الاشياء فلا تعجب ولا تبقى شلون قدرت تسوي ذي لا بالعكس كثير مثل ما انت تشتغل هو اشتغل يمكن احنا بالجمعيه احنا وصلوا بعض الوقوفين الى مبصرين اللي يسوون حتى الاسبوع تحددوا يمكن الاستاذ شريف بدات مع البنات لدرجه الحين يرسمون يعني حتى تعجبون الكثير شلون قاعد يرسم شلون قاعد يوضح فما نتعجب منه اذا شنو قدم شيء او سوى شيء والله كبر الموضوع لا عشان لا يحس بالنقص انه هو ضعيف في عمله. بالنسبة حق الإرشاد احنا كمبصر احنا اذا ابي حق مبصر شيء اقول والله على الطاولة اللي كلاس او اللي كذا على الطاولة فاسال يروح ياخذ. بالنسبة للكفيف لا اذا انا قاعد او اذا انا ابي شيء منه هو صوبة صوبة الكفيف فلازم اقول له على يمينك او على يسارك او شنو أمامك وحتى لما أقول على يمينك لازم أعطيه المسافة شكل يعني خطوة على يميني أو مد يدك شوي بتوصل للشيء اللي أنا فلازم أعطي شنو إرشادات إنه ينتبه حق شيء يبدو له لو أقدر أقول له مو بصفة أسمي تقول له على الطاولة يعني شوف يطلع على الطاولة شوفها هو لا أحدد المسافة، أحدد الجهة، أحدد كذا، وأعطيني وصف الشيء اللي هو يبي عشان هو لو بيتحرك لأن ترى في بعضهم يعتمدون على نفسهم في استخدام العصا، فبيعتمد على نفسه بس لازم يعرف الاتجاه اللي يتجه له، فبس تقول له على طاولة وبس لازم تعطي شنو المسافة، تعطي كل الأوصاف اللي تشوفها بعينك يعطي الكثير عشان هو يتخيله كأنه يكون شنو مبصر يطالع الشيء ويشيله. هاي أهم نقطة عندي اللي هو التواجد. هذه وايد مهمة بالنسبة لنا وبالنسبة للمرافقين وبالنسبة حتى لو بتصفقون مع أي كثير. أنا يمكن مع تدريبي مع كثير من الأساتذة بسفرتي فحتى اتجاهي للطرف المطار للأوصل خلون إذا أنت على سفر تحكي على سفر فأنا لما بروح المطار فللأي حق الطائرة فأقول حق الكثير ترى الطائرة شنو صغيرة أو طائرة شنو لأن تشوفون بس هو ما بعد تشوفه بس شو فاوصف له لان ما راح داخل طبعا بعطيكم طريقه المشي مع الكفيل فلما راح داخل اعطيه وصف الطائره داخل احنا قاعدين على جنب هني كرسيين في الوسط اربع كراسي الجهه الثانيه كرسيين اذا هو بتخيل شنو الطائره ان في كرسيين اربع كرسيين او ساعات يصير كرسيين ثلاث اثنين او ساعات سبع هني بيتخيل هو وصف الطائره اللي هو قاعد فيه لانه وين بي بيجلس وين قاعد بس انا اذا اشرح له ان الطائره ولا كبيره ولا ترى في كذي ترى انا كراسي كذا فاحنا احنا قاعدين في الوسط وعلى مثل اذا انا قاعد يمين اقول على يسار ترى في الوسط اربع كراسي ترى عقب بتصير كذا كراسي حتى وانا ماشي معاه اذا حتى قبل نمشي والله الطائره شنو
فور ما في أي أماكن طلبت أنا لا ولا في أماكن في مكان في كذا فلازم لي كل الوصف لأن أول ما بدأت أنت بتكون شنو عين كثيف فأنا لازم أجمع لك كل شيء إذا مر في محاضرة يمكن أنا أستلم عندنا محكمة دخلت معاي كثير وإحنا داشين القاضي فأول ما قعدت شرحت له ترى إحنا قاعدين على كرسي يشيل 4-5 أشخاص جهة ثانية في كرسي يشيل 4-5 أشخاص قدامك في منصة في كذي فوق صحيح مرتفع فوراك يكون 4 كراسي راح ما يلقاني طبعا احنا قاعدين قبل ما اشرح لك انا في 4 كراسي قاعدين هالقد وفي واحده على جنب كمبيوتر هي تكتب البيانات تكتب الاشياء وفي شخص قاعد بدون هذا فاشرح له المكان خلاص زين هو شنو صار مبصر لان تخيل المكان ولما يروح يتكلم يدري قدامه من يكون او يا حتى في محاضرات لا في محاضرات فلازم نشرح احنا شيء المحاضره اول ما ابتدي نحرك يد التكييف لهاي اتجاه المحاضرين كم محاضر يكون قدامنا كم عدد الكراسي قدامنا كذا فأشرح له المكان الوصف حين كان هنا عندي لازم أوصل أشرح له شنو المكان لأن أنت شايفين المكان بس أنا لو وايد كبير لازم شنو أشرح له المكان اللي واخذ على شكل شنو دائري أو واخذ على شكل كذا وفي طاولات وفي كراسي وفي باب خلفنا بيدخل على الملاعب فشنو أشرح له المكان فبيكون شنو يدخل المكان عارف هاي طبعا نقطة وايد مهمة بالنسبة للمراقب مع الكثيف حاول أن دائما أشرح وأنا بقول شنو مع الكثيف في أي جهة أتجه لا أوصف له المكان عشان هو يكون معي يطمئن بالنسبة إحنا ماشيين بالنسبة لخروجنا ساعات في بعض بيبان طبعا اكثر من بيبان اذا ارتحت في صيف بس في ساعات مثل نطلع البار بيوت يمكن في محلات يمكن تطلع عن هند او الهند يمكن في بعض المحلات البار ما يبقى يبقى شنو نص فهي طبعا خطر على شنو الكفيف دائما البار لازم يكون او اسكر او شنو افتح ما اتركه نص ولا الدرايش ولا كذا فلان تكون خطورة للكفيف أن ساعات إذا يطلع وأنا ترى يحدث عندي أنا بالنسبة لي أنا ساعات يحدث لأن ساعات يجيني ساعات يدخل ورد الباب حتى نص يجيني الكفيف ما يطلع وتطلع على ضرب شلون وهي في الباب هاي خطورة بتكون إن دائما ما نخلي نص دائما نرجع أو يكون مكتوب نهاية أو سكر بالنسبة للمكان احنا عندنا مثل ساعات مكاتب او ساعات حجر فالكفيف تعود مثل انا الحين اذا بسافر اول ما ادخل مع كفيف فندق اول ما ابتدي اشرح له شنو الحجرة كذا هاي سرير هاي كذا هاي المكان يفتح على الحجرة هاي يدين حتى ساعات من اللفت وانا جايين ان هاي اللفت اذا بترجع الحجره نمسك الطوف لتوصل الى الحجره اشرح له الفندق ليش؟ لان ساعات يبي يعتمد على نفسه ما يبي اذا انا دائما اكون معاه وخاصه اذا انا اكون في ساعه تبليه وانا دائما اتركهم فاعتمدون على شنو؟ نفسهم فيطلعون وموضوعهم يطلعون ويروحون اللفت ينزلون فليش؟ بس تعال شنو؟ دربته على المكان لازم ادربه وياخذ المكان فاذا بغير اي شيء في المكتب او في المحل فلازم شنو؟ اخبره ان ترى غيرت الطاوله
وديت جهة ثانية، أو أنا غيرت الكرسي ليش؟ لأن هو رايح على النص الأولي، فإذا جبت الكرسي بالنص وما درى بيع على الوسط هو اللي مو في شيء اللي كان قدامه، فبيقع مو بيتعور أو بي. فإذا أي شيء بغير أنا أثاث البيت أو أي شيء في البيت أو أي شيء في المكتب أو أي شيء في الدكان، فلازم أخبر شنو كفيل بالتغيير الأشياء. هاي بالنسبة للتقديم، هاي وايد سهل. تقديم الأشياء وايد وايد سهل. في الفنادق سهل، في محل نروح تعزية سهل، تعزية للروح ساعات يقدرون يقدمون شنو قهوة، فهي اللي صفر القهوة يوم قدام الكفيف يوم الفنيان يعني زي الكفيف الحين ما تشوف، وهاي واضح فما يدري لا الكفيف يدري لا هو عنده خبرة انه يمسك يد الكفيف ينبه انه في شيء، فاحنا اذا مو معاهم فبنكون من الحراس كله، لكن اذا احنا معاهم لازم ناخذ يد الكفيف ونحطه مع يد الشخص اللي بيكون، او ساعات الفنادق مثل ما تقول يجون يفترون مع العصير مع يوزعون العصير دي نفس الشيء. وبالنسبه للمقدم لازم اقدم العصير ولازم اقول له شنو دي العصير، لان تشوفون هاي اورنج خذ الاورنج خذ كذا، وساعات يعتمدون علي بس ساعات اذا انا معاهم فانا كمرافق لازم اقول له في عصير اورنج في منطقه في مانجو في كذا كذا اشتري كذا اورنج اشتري اورنج، ولازم شو اسوي طريقه امسك يد الكفيل هاي شنو الجلاس لاحظين شلون؟ فهني بنا ذي. وبالنسبه حتى اذا انا بصف له او اذا انا بجيب له فلازم الجلاس ما يكون ليش شنو الحافه، لازم الجلاس يكون شوي العصير يكون شنو ناسي، ليش السبب؟ لان كثير ما يدري بتحرك شنو الجلاس اللي يحب الصف عليه، فلازم الجلاس دائما اذا مصفوه مصفوه شنو يكون متروس لحد حتى شاي اي شيء يكون متروس لحد، لان في حركه يعني اكيد يصف عليه. كما قلنا قضاء شرحت ما شيء ما ادري عنه تابعته. بالنسبه للمطعم او اذا انا وين اسم المطعم بقدم له او جاي له الاكل معاه رايحين حط له الاكل حط له الصحن قدامه، طبعا نحط الصحن نحط الكلاس العصير نحط كذا. فهني في طريقتين للشرح مع الكثير واحد على الطاوله او اخذ يده خليني اقول له مثل هاي على يمينك يمسك العصير او الماي الجهة الثانية إذا أنا حط خضرة صحن أنا حط فيه خلينا نقول نوع سمك لحم خضرة كذا، فلازم أقول له مثل هاي الجهة تكون سمك ذي الجهة لحم ذي الجهة خضرة ذي الجهة كذا، فهني أوصف له الصحن أوصف له المكان الطاولة وين يكون الأغراض، فتالي بيعتمد شنو على نفسه في الأكل. أو في طريقة الساعة، في طريقة الساعة ممكن أنا أقول لك طريقة الساعة، الساعة يمكن الساعة 12 وين يكون قدام، الساعة 6 وين يكون وين جاي يعني صورة، الساعة 3 ياخذ جهة، من الساعة 9 جهة، فهو أقول له عشان بعد ما يعني ما شيء يعني هو يكون الحراج يمكن قدام الحد ذي، فاقول له على ساعة 12 حاط السمك، على ساعة 6 حاط لك الدياي، على ساعة 3 حاط لك الخضرة، على ساعة 9 حاط لك كذا، فهو بيتخيل الصحن، انت على ساعة 3 عقب الصحن محطوط العصير عقب ذي، فهني بياخذ وصف المكان وصف الاكل، وبالتالي بيعتمد على نفسه. عاوز روحه ولا عاوز روحه،
ان شرح هذا ويعتمد على نفسه. طبعا بعضهم ما شاء الله خلاص عندما ياخذ الوصف بيكون سهل. بالنسبه لطريقه يمكن شرحته. بالنسبه للمساعدات وهي مهمه بالنسبه للمساعدات الكفيل، مثلا خلينا نقول اذا الكفيل يمكن يكون شفت كفيل بيده شلون العصا بيضاء ينطر محل بيطوف بوابه محل المشاة بيطوف سيارات، فانا لاحظت واحده فلا لا تسوي الحركه لا تسال تاخذون الكفيل المشلول، اول ما تاخذ منه هل تحتاج مساعده؟ اذا هو قال نعم تالي تبتدي المسك الله يعطيك حتى لا تشتغل المسك معك. اذا هو ما تسوي له اي حركه لان خاصه العصا عندنا وايد احتراز، لان بعضهم شو يسوون؟ يجون يمسكون العصا واحد بيده يمسك العصا من جهه يمسك من ذي الجهه وشنو؟ يسحب. هل هاي المنظر صحيح حق كثير؟ انا يمسك العصا وبعد يسحب فيه، فطبعا انحراج يكون، واحنا كنا نلاحظ الاشياء انحرج الكثير من انا ماسك العصا قاعد يسحب فيه، فلا هو بكل طريقه اشوف اذا عنده عصا هو عارف الطريقه اذا شخص جيله فدائما يكون حاطه شنو لاحظ معي شلون ماسك العصا عمودي قدامي كذي وبكون يدي الثاني مع المرافق واتحرك. فاذا لازم اول شيء اطلب منه وإذا وافق بالحركة بالسلام، لأن خاصة في العصر كنا لاحظنا مرة كان في مصر كفيف مصري في هذا العصر وقاعد يمشي وقف محل سيارات عشان تطول حركة العصر التي يعرفوها عشان يجون يد العصر، فياو الشباب سيارة ويقول عصار يسحبون من يده وهو رايح بالسيارة، فتعرف في ساعات حركات يسوون بعض الشباب هذه، وهي الحركة اللي كثير منا يرفع العصا، دائما نقول لا ترفع خلل مثل ما موجود إذا السيارة تكون، لأن احنا نحط نوع الماي بس يكون نوع شذي ماي فاستخدمه. طبعا هاي إذا أي مساعدة للكفيل لازم اول شيء شنو؟ اطلب من الكفيل اذا احتاج فاسوي له المساعده، اذا لا فما بيكون. هاي طبعا النوع الثاني من العصر، هاي طبعا اخر نوع اللي يعرف هو نوع ذبذبات الكتروني يستخدمونه. طبعا انا دولتي مو كذي بس انا كفكرة اعطيكم بس بسرعه العصر، فهي يستخدمونه طبعا في حركات تكون سمعت صوت الحين يطلع صوت، لأن إذا في يد الكفيل يحس بشنو ذبذبات، وهاي يعطيه ذبذبات بمسافة 3 متر، فلن يوصل يزيد ممكن يحس بالذبذبات، كل ما قربته كل ما شو يصير يزيد الذبذبات، فالإنسان يعطيه إشارة من 3 متر إن في شيء قدامه في شيء على جنب في شيء كذا، والحين يمكن الحديد بس طبعا على نصح لنا نبي الحين إلى هو طريقة تعامل مع الكثير. نأخذ بالنسبة للحين نبتدي عملية شوي، هذا الدكتور إذا ما قطع بالوقت قولوا لي ها؟ نعم قولوا لي عن الوقت لا ساعة ننج و أنا حتى لو أحب أبتدي العملية عملية عملية لأن ف ما ضبط أروح أجيب ماي. فبالنسبة
لكم حق الحركة اليوم. كل الشباب وكل معاي اكتلتكم بعد ما ان شاء الله. فالحين عندي بالنسبة لنا خلينا نقول لنا أنا المرافق، أو خلينا نقول هو المرافق أنا شنو الكفيل عشان بس أعطيكم المسك. فإذا بكون هو المرافق أنا أمسك لاحظوا وين ماسك يس وابتعد عنه خطوة وقدامي بيكون نص خطوة قدامي. ليش؟ عشان شنو ما نصير نمشي عادي. فهو بيكون أنا ماسك بهذه الطريقة فهو يمشي وأنا أمشي شنو معك. الحركة هذه الحركة العادية بالنسبة لنا. بالنسبة إذا طبعا احنا لازم نسويها عملية لأنها لازم تسويها خاصة للتوحمة في الطائرة بتوفون وين محل ضيج مكان هاي المهمة لازم تستغل. فإذا كان معي الحين هو ماسك تمسك لنا حركة الحين لاحظ احنا هو ماسك واحنا نمشي فبيمشي معاي واحنا ماشيين احنا انا ماشي عادي بس شوفوا اللي نيت هني صاير شنو هني الحين ضيق. لاحظوا يدي لاحظوا يدي ايش سويته؟ وديته وين؟ وين بي هو؟ بي وراي ما بيكون في نفس الخطوه فبنمشي على شنو؟ على راحه نقدر شو نمشي بينكم؟ لا 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 لأن في باب ما أدري إذا تحضوني وإحنا رايحين حق الباب تشوفون هناك الباب هاي الباب اللي هني مو بس دقايق بس تشوفوني وأنا رايح حق الباب لا بشرحها فإحنا إحنا رايحين حق الباب كاميرا شغاله على قاعه فاضيه فوالد بيجي شوي شوي بينزل عقب ما نزل شنو؟ امشي
واحنا رايحين هني طبعا الدري الحين نفس الشيء بدايه الدري شنو؟ ايوه لازم اوقف ترى مو بمشي لان هو ما يدري ولا شايف الدري ولا يدري انه واصل الدري لا انا اوقف عشان يحس ان انا في شيء وقف فاو اقول له دري بالعدل او عشان ما ينحرج ذي بس اسوي له شنو؟ حركه اليد ان احنا نازلين فانزل شوي شوي وما استعجل لانه هو بينزل وراي بس واحنا ماشيين جينا بنيكو عدد الدرج اعطيه من عدد العتبات لا لا هو خلاص يعني خلاص بيحس فيها بيحس ايه؟ بس لان انتهيت الحين من تي لازم اخفف اوقف عشان هو يحس انه انه خلص الدرج خلص لان ليش لو ما وقف بيرجع ويحضر يسوي حركه لا بيسوي حركه انحراج هو ما في درج بس هو بيسوي الحركه فبيحسونه شلون رفع ريله هو مخلص الدرج فلازم بدايه نهايه شنو يكون أنا جاي الحين باي فوق نفس الشيء بداية وعندي حركة حق شنو فوق إنه في دري فاي فوق وياي معاي شلون لا لا نازلة لا يدك اليد لا لا كلا تحت فوق فأول كله فوق أول كله تحت وبالتالي نخلص وقف وتالي عرفتي؟ هاي في طريقه، في الطريقه الثانيه بالنسبه لبعض المحلات انتم تروحون في درايش طوله وفي شنو؟ ماسك يد. اي فتخليني ماسك اليد اخذ يده واخلي على وين؟ على الماسك وانا امشي بالجنب معاه هو بيمشي مع ذي بس انا لازم اكون بالجنب لان بوصل الحين فوق واحنا رايحين فوق. من وصلت قريب بخلص انا خطره اروح شنو؟ قدامه لان ليش؟ من هي عشان سيدي ايوده انا خليته يعتمد على نفسه مو ميود يدي بس ماسك ماسك هو رايح فبس لان اوصل فوق عشان ما ينحرج بعد انه يطوب فلازم انا قبل اروح شنو؟ قدامه عشان هو راسه يحس ان انا قدامه ماشي او انه اقول له حتى بالنزلة نفس الشيء عقب وصل أقول له هني طبعا هو مع ذي الحركة ذي الماسك حتى الطائرة أنا ساعات أعطيهم الطائرة أخلي يمسك ماشي تالي يجي له خط شنو محل استراحة لا استراحة حط يدي عارف إن استراحة تالي يوقف من وصل من وصل ذي فوق رأسا أخذه وخاصة إحنا ساعات في الطائرة دائما ذي الضيفات يونا خوف وانا لا كان قدامكم كذي كذي فما يدرون ان احنا عندنا تدريب على الحركه شلون ننزل الطائره شلون نرتفع دخولنا في محل ضيج اللي قلت لكم الحين لان ممرات الطائره دائما ضيج بس لازم اسوي ذي شنو الحركه والحركه ان ساعات ان اغير اليد من يد ليد فعشان تغيير من يد اذا انا ماشي وبغير اليد فلازم احنا انا ماشي اركض بدي اليد واحنا بنمشي فما عندنا وقت نوقف فبغير جهتي او هو يقول لي غير مثل اليمين يسار او كذي فلازم من وراء اطول لا بس لازم اليد دي اليد لا انا بحركه لازم اكون مع شنو ظهره ليش؟ لان اذا هديت هو مشي عني ادور وين اروح فاضيع بس وانا ماشي وقعد نمشي احنا قاعد نمشي الحين كذي هو قال لي غير فانا شلون اغير شوفوا شوفوا الحين ما ضيع لو هو يمشي يحس انه يمك يعني انا حسيت انه شنو امان انا مطمئن ان انا غيرت من مكان لمكان واحنا شنو واحنا ماشيين الحين شوف اغير يدي وانا لا رحت بدون ذي لكن لو ما حطيت يدي واحنا ماشيين ومشي الحين وقال لي بدل وانت مش فما حطيت يدي شوفوا فبضيع يعني يمكن هو يمشي عني وانا انحرج شوي انحرج شوي فلازم حركه دائما يكون جريء وفي الهند في الزحمه في السوق لازم متحاسبين اي فالحركه لازم يكون او انا او انه طريقه ثانيه اوقف اقول له شنو؟ غير وترى المكوفين بعضهم يمشون جهه اليمين بعضهم يمشون جهه
على حسب البعض المطلوبين اللي متعودين. انا عندي وايد مشكله مع شان الجهه اللي احط شنطتك اللي تبيني اشيلها من ذي الجهه، فلين معاها لازم اتعلم. اي فيكون على طول اعكس شنطتي عشانها. فاذا هاي حركه الدرع اذا بغينا نتحرك مع الحركه، وبالنسبه للسير يكون دائما، وبالنسبه دائما مثل ما قلتوا انتم تمشون فلازم انا اوصف له حتى ساعات الدرع. ترى احنا مثل اذا العصا عندي اخذ قياس الدرعي بالشنو؟ بالعصا. اسوي كذي كذي حركه شقد مسافته حركه شنو؟ الحركه مع العصا شقد رفعه عشان اعرف الرفع وتالي اقدر انزل. بالنسبه للمرافق لا يشرح له ترى الدرعي مثل خاصة إذا في عتبات كبار أو إذا في نازلة أو في كذا فلازم يخبره قبل لا يتحرك عشان لا يصيده حركة. وهاي العتبات ترى الصغار وايد مهم، وايد مهم لأنه وايد صادنا حتى لو هلقة ترى لو شوي تفاجئ لأنه فلازم تقولون له لأن ليش؟ خلينا نقول في نزلته ما بيصيد شيء، لكن في نجعته شو يصير؟ إذا عم يطيح على شو اسمه؟ فلازم يكون هاي الحركة بس ندخل سبعة جير زين عاد لا تسوسرون. هلا شلونك؟ شلونك؟ الله يسلمك. شوي تبلش. انا اروح تعبتنا عن تليفوني لا. ما يعطلك ذي ثابت. اذا صار بتري لول واير بتصير. عشان شفتوا حركة الشاب الساعة شلون سريع؟ شوفوا حركة الحين. اي اوكي. ليش؟ لأن خوف. بعض الموظفين يمكن اذا ما عندهم تدريب يخافون، وبعضهم لا متعودين على الحركه. الحركه ما خايفه لا بس انا اقول ما حد ما حد في طريقة ثانية ترى إذا حبيتها إذا ما تبي تمسك اليد المحرزية تقدر تحط يدها وين على الجدر بس تشوفها ورا في حالة إذا ورا ترى خطوة في حالة إذا جبت له نص خطوة في حالة ورا خطوة بس أنت ما عندك كذي بتقدر لا لا عشان ما تستخدم كذي الكويتيين اكثر شيء يستخدمون ما ادري اذا شو اسمها هني دكتوره الكويتيين يستخدمون هاي الحركه وايد احنا المعتدلين احنا نمشون على اليد شوي حركات اليد لا الكويتيين كلها بس كتشت لا انت تدفن عشان يكون احنا جبت كيس لا صح بس انت شوي طياره كذي لا بطيارة توقفين ما بس توقفين توقفين هي ما بتغير حركتها الا لين لين خلصت لا بس هاي سوت الشوفان بسم الله ناس واقفين لازم تنطرين لين راح يجلس على كرسي الطيارة يجلس على كرسي كنت خلصت حطت لي على عينها بس هالمسافه
شلون ضايقك؟ شو تقولين عن الموقوفين لطول عمرهم؟ انا باخذ دور كثيف لان انا باخذ. لا شو تقولين عن الموقوفين لطول عمرهم؟ يعني شوف الحين بس تسافر وقالت ما تقدر لانها شالت النظاره عيني. فشلون الموقوفين لحياتهم كلها؟ ظلام بظلام وما شايفين شيء. عشان كذي انا اقول لكم المرافق شنو يكون؟ دوره مهم بوصف الاشياء بتعليم الاشياء عشان شوي دائما كثير كل ما حسنا من ذي الاشياء اتمنى نصير شنو؟ اكثر لان دخل المكان عرف المكان شلون دخل الفندق قاعه كبرى فاعطيه مسافه ايش كبرى ترى محل وين تبي الكراسي يمكن يشيل 200 300 شخص لكن قدامك الكراسي على يمينك الحين هو قاعد اربع اشخاص قاعدين فهاي كل الوصف شو يسوي للكفيف؟ حسسه خلاص كانه حصار شايف الشيء شايف الكذا فالوصف الاشياء ترى وايد مهم ومشيتكم مع الكفيف مهم وانتم تشرحون لهم المكان هاي مطلب لكم وتقديم الاشياء لازم يكون ما ينحرج لازم اخلي يد مع يد عشان يكون شو اسمه خاص واحنا دائما نصير الاشياء وطريقه الباب دعمت الكاميرا مالت دكتوره لا انت لازم تسوي لازم لا انت الحين شوف يعني بعض الاشخاص مثل يدرس وايد يمكن يطلع من الكفيف ما يغامر فممكن كفيف يغامر محله ما يهتم ساعات بس بعد لازم انا ابقى معي والله يوم سؤالي وايد وايد ليش؟ لان انا بودي على صوتي معي ما ردت الجد لان اخاف اني ما عدت اشرب لا شوف الصورة الحركة شلون؟ بس كذيك فلازم يكون كذي مسافة نص خطوة يكون بس قلنا احنا لنصير خلف لازم يكون شنو؟ خطوة أكثر لأنها عشان يكون مسافة شوي أكبر لأن يمشون ورا بعض بس الحين الباب ما أعطيتوني أي حركة بتسوي بالنسبة لي أنا ترى ساعات أشرح سهل ساعدني انا اقول لكم طبخوا اشوف صعب يصير لكم تطبيخ انا لاني تعودت وعرفت شلون اسوي دي بس انتم كمرافقين فلازم تدربون شوفوا المسكه اللي قلنا من خلف صاد عليكم صاد عليهم ها يمكن مسكه اليد ان يكون على خلف فور يدوي ورا يكون ورا ويمشي عادي شخص مع بعض لا مع بعض انا يكون انا واقف يم اللف هاي على جنب معاي ادخل مع بعض هاي بعد شوي سهل الخطوره في شنو؟ في خطوره في الديفان اللي يفترون هاي الخطوره هذه يبي لها تدريب دقيق يعني يمكن يصيدني اروح بس هذه لان ليش دائري يفتح فانا لازم الكفيف يكون معي في نفس الحركه كانه كفيف وانا شخص واحد جسم واحد اي شخص واحد جسم واحد يتحرك مرة او انه خليه شوي ساعات هو مجدد شوي عني ليش؟ لان اماني اذا هو دش انا بكون شنو؟
فهذه اللي بالها بصيدنا بالها وزارة التنمية الاجتماعية ساعة تسكرون بيبان الصغار بل أنا أروح مع الكفيف فالبان تبون وبعض البنوك يمكن كبار بس وزارة التنمية الاجتماعية بيبان الصغار شوية حركة يقول هاينا فيهم خطورة أما الباب العادي مثل ما علمتكم شلون دي بس لازم الكفيف شنو يحس بالباب عندما نطلع يمسك الباب عشان هو اللي بلد وفي بيبان ما يرد ولازم هو الكفيف يسك شنو افتكر هاي يمكن هاي الدرايه اللي قلت لكم شايفين دراي قلت لكم لازم شنو ممكن طريقه قلت لكم وممكن انه هو يمسك بس هني الصوره مفروض ان المرافق شنو ما يمسك يخلي بروحه يعتمد على نفسه بس هاي الحركة اللي تشوفونها هاي بداية تدريب الكفيف على مسك الدرع فلازم أكون أنا شنو وياه أدرب هذا المرتين عرف طريقة تالي أخلي مو من أول مرة أنا مع كفيف نحن هو ما يعرف طريقة مسك الدرع ويمشي فيه وأقول له اعتمد على نفسك روح بيضيع فلازم هو شيء أدربه إن أنا وصلت هني تمسك الماسك الدرعي يمشي معي جريب لو انا بوصل اخر شيء قلنا شو اسوي انا شو اسوي؟ ها؟ اقدم ايوه اقدم عشان لانه لا يرفع ريله هو مخلص ويصير انحراج فانا اقدم شوي قدامه عشان امسكه واحنا ماشيين عادي حتى في النزله نفس الشيء يكون هاي الحركه واهم شيء قلنا شكل الدرع على زونه هاي كلها وصلنا الحين بالنسبه للجلوس شلون نجلس وين راح نروح يا شباب لو وين ما يتم تعال معي خلى الحين هذا مع كفيف خاصة احنا اذا بنروح داشين الطائرة بسوي لنا مكان اللي قاعد هناك ورا ما عليه تشوفونا زين احنا الحين رايحين او خلينا نقول اول شيء رايحين قاعد كذي عادي بنجلس على الكرسي عادي فاذا وايلس وانا جاي الحين محل كرسي بيفتر معاي شوفوه يفتر معاي زين الحين شو يسوي؟ ينزل ما يقعدني عادي بس لازم هي شنو؟ هي على جنب معي فبنقوم نفس الطريقة زين الحين التو رايحين مثل خلينا نقول بالنسبة للكراسي بيعتمد على نفسه جلوس الكرسي فكان هو يعتمد على نفسه فخلي يمسك وين ماسك؟ ورا الكرسي ثاني بيتحسس هو الكرسي وبيفتر شنو؟ بيجلس انا بجالس معاه رايحين انا بجالس معاه فدشينا اول شيء محل خلينا نقول كان لي افتريت فقدت يدي وافتر معي صح؟ جينا هني الحين حق القعده فممكن افرغ اذا انا من الجهه افرغ شنو؟ الجهه الثانيه وقبل هو عرفنا ان الكرسي لأن بيحس بريده ان الكرسي شنو؟ ورا بس نجلس رايح المحاضرة نجلس على الكرسي شنو قاعدين اذا بيجلس هو فلازم يمسك شنو؟ ورا الظهر وبالتالي يتحسس من الكرسي وبالتالي يجلس نفسه انا وياه لا افتر على الجهه ونجلس خلاص المحاضره جينا محل شيء صعب الحين حركه ثانيه لاحظوا معي الحركة دي على جنب شو محل أنا بتروحوا بعض المحاضرات يكون محل شنو؟ ضيق ما أقدر أفرغ فأفتر على وين؟ لاحظوا شنو بعد أفتر نمشي وحص معاي يمشي على جنب وإحنا طالعين قبل ما نطلع بس يمسك عادي إحنا هني ما يحتاج أنا أفرغ ليش؟ لأن مسافة شنو؟
أكبر. واضح؟ واضحين معي؟ ترى مو بس الرؤية للتطبيق، لكن البيت أكبر كلام. البيت أكبر على الكرسي على الجبال للتطبيقين كذا. بالنسبة للسيارة، ركوب السيارة معي كذي أوصل إلى باب السيارة وبيفتح، بس لازم أدابه لأن يفتح الباب يد الثانية وين تصير؟ تحت الباب. لو فوق الليبة ليش؟ لأنه ما يعرف المسافة يمكن يدخل ياخذ شنو؟ راسه، فلأن يبطل الباب فأدابه لازم شو يسوي؟ ينزل الاثنين على السلاسل تحت، او ساعات سيارات الكبار باصات ذي ما يحتاج لانه ما يطال يده فيحس انه ما في شيء يركب عادي، بس سيارات صغار لا، ولازم يمسك ماسك الباب يفتحه مع التدريب، مع التدريب خلاص كفيف يعرف. احنا انا اللي معي التدريب اعطيه خلف السياره بس هو يروح على برج السياره يمشي له الباب اللي يبي يفتحه. فإذا ركوب السيارة لازم يكون بطريقة إنه عشان لا يصير لاصق فيه. أنا أفتح الباب. هو يقدر يفتح. أنا أقدر أفتح بس أبي أعتمد على نفسي. فتح اليمين استخدمت يسار بس يتحسس هاي إيش قد المسافة. فتح اليسار شوف تحسس المسافة بس إيش قد عشان قاعدته حتى في بعضهم بس مو بس ذي حتى السيد شنو؟ حسسه انه ايش قد نزلت السيد عشان يقدر يجلس براحه يقدر يحسس السيد عشان يتمنى هو نفس الكبير ويركب السياره يكون عادل بالنسبه للسياره. وبالنسبه للكراسي مثل ما اعطيتكم الجلوس يكون اعتماد على نفسه عقب ما يمسك الكرسي خاصه في ساعه المطاعم المطعم بس اعطي الكرسي وهو يحرك الكرسي شلون؟ يجلس. وساعات مثل اذا محاضرات اذا محل حضور فلازم اكون معاه، والطائره طبعا لازم يكون حركه، ولان بايلس اقول له ترى احنا بنجلس في كرسي ثلاث اشخاص واحنا شخصين ترى واحد ويانا بس عشان يحس انه بعد كل واحد ويانا. فاحاول قاعده اعطيه شنو ماسك محل الطائره عشان يعرف مسافه يدخل روحه شنو شيء على بول وشنو يجلس يكون عادي. فما ادري انا يمكن خدت من وقتكم اكثر. هاي طبعا بالنسبه للمرافق يمكن في وايد اشياء بالنسبه دي يمكن ما اعطيناكم. وكان عندي يمكن بس ملاحظه سريعه، هاي الكل شايفه صح؟ كل شايف ذي وكل يروح ياخذ فحص. فوين بيكون الكفيف؟ وين بيكون درجة الكفيف؟ درجة الكفيف بتبتدي من اللي هو 20 على 70. 20 على 70 نقول بدا شوي شوي درجة اللي هو بيشلو بيتري لك تكون يستخدم الاطار. نزل 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 طبعا هني فوق 20 على 200 خلاص صار شنو؟ كفيف لان اكثر طبعا احنا نقول 20 احنا ما نقول 20 نقول 6 على 6 لا 6 على 6 6 على 9 6 على زين ليش ال 6 ما يتغير ال 9 لين يتغيرون؟ فوقي ثابت تحت بتغير ليش؟ الفوقي ال 6 لان يوقفونا على مسافه كم؟ ما نوقف على مسافة 6 يقولون لنا شو؟ زين هل أنا أتحرك؟ شنو اللي يتحرك؟ شنو اللي يتحرك؟ هاي اللي أنا أحركه صح؟ إذا هاي اللي يتغير، هاي تحتي. هاي شنو؟ تحتي تتغير، إذا 6 ثابت لأن أنا على مسافة 6 قدم وقاعد أطالع. فيقولون لي تشوف ذي تشوف ذي تشوف ذي، إذا التحتي شو يصير فيه؟ تحتي الرقم الثاني هو اللي يتغير، فهي فرق بين الرقمين اللي تشوفونه بالنسبة لبحث.
أولي هذا شيء. لا 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 إذا طبعا يا يمكن الاوراق بس مو وايد اذا سمعت انا بسرعه اللي ماشي هذه لازم اكون